صدر العدد الأسبوعي الجديد من صحيفة الوسط الورقية متضمناً العديد من العناوين، منها الأزمة تجتاز منعطف 17 ديسمبر وتدخل ما بعده، إجماع على الانتخابات وتساؤلات حول تفاصيل المؤتمر الجامع، الشكري محافظاً للمركزي في انتظار قرار مجلس الدولة، حملة خاطري ترسم البسمة على وجوه الليبيين، المحكمة تنازع ليبيا في اختصاصها وتتمسك بالتحقيق مع المطلوبين حضوريا، ترحيل مهاجرين إلى النيجر وإيطاليا والوفاق ساعدوهم لبناء أوطانهم. بعد 37 عاما من سقوط DC-9 فوق بلدة أوستيكا، ضابط أمريكي يكشف أسرار الحادثة وعلاقتها بطائرتي ميغ ليبيتين. الفيتو الأمريكي يحبط رفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. منتدى تونس يطرح روشتة إصلاح لتطوير القطاع المصرفي. فنانون ومشاهير يؤبنون محمد حسن بالكلمات، تغريدات ورسائل حب في وداع صاحب يسلم عليك العقل. صحيفة الوسط الورقية.